الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القرآن الكريم آيات سورة الروم آيات 17 تفسير إمام الزمخشري كالشافعي. الله تعالى آيات الكريمة ده: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. او تشتكو وندكن وندن جفايزي جبوكو زيده ببعد ناو مالي انسانا دا جبوكو مالي وزيده بك وندن ودستين فلا يربو عند الله. او لجم خدا زيده نابع. اما وما آتيتو من زكاتين تريدون وجه الله. او تشتكو وندن جزاكات جصدقاء وغاية ومقصد وجوه داين جوش بخ وضايا فأولئك هم المضعفون. أون أويك خير أخو قط بقط دكن خير أوان قط بقط دبع زيدا دبع. هذه الآية أم آيتها ني في معنى قولي تعالى وكا آيات كدنك خضاد بي يمحق الله الربا ويربي الصدقاء. أقول ما لا رجاء سواء بسواء. ألو أفندم جادسة فأولئك هم المضعفون. جادسة معنى كه أون إكو قط بقط دكن. أينوس بس طمع أهد أم آيات عيني معنوي وكا آيات كدن خضاد بي يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فضا فائزي دقادينا محوتك وخضا صدقاجي زيدتك قطتك. يعني معنى ذي آياتي أو آيات مخوان سواء بسوائين معنى هردي عينيك. يعني آيات بآيات معنى كرا يريد معنوي أبا وما أعطيتم أكلة الربا أو تشتكوا وانددن فايسخورا من ربان جفايزي ليربو جبوك زيدا ببا في أموالهم دو مالي واندا. يعني جبوك بمالي وان زيدا ببا ليزيد ويزكوا في أموالهم. يعني أو فائزك واندكن جبوك بمال زيدا ببا فلا يزكو عند الله. أو لجم خدا زيدا نابا ولا يبارك فيه بركات جي ناكب. جو ما آتيتم من زكاتين ولا يبارك فيه من فلا يسكو عند الله ولا يبارك فيه. جات صافجا فلا يسكو عند الله زيدا ناب لجم خدا ولا يبارك فيه بركات جناك ببركات. طب نعم جورجي معنى كده ولا يبارك الله تبيجي قشتر نابا فلا يسكو عند الله جات شوالبا. تمام عطب سري بامنا عطب سري بامنا جيد. تمام أم يبنى فعله وبنى مفعوله. فلا يسكو فلا يسكو عند الله هردو جبنى فعله ليزيدن ليزيد ويسكو في أموالهم فلا يسكو ولا يسكو ولا يباري هردو جبنى فعله. إيه وصابع أوجب فعله خدا إيه مقصد يبار أكو بيخوان دين لازمية دبن وجهها بعصنا خوشة. يعني معنا سيداشة خوشة فلا يسكو عند الله الباخوة تعالى إنما زيدة بنتها جنابي ولا يبارك فيه. يعني بركة جناك يعني شرف خدية التقديسة إيه ولا يبارك دقيقي ما أستمر السعيد إيه ولا يباركو يا بنا فاعلكي كنت هذه معنى كي أو شوى شدمة نعم قريب بنا فاعلكي بالتي وشان تبجي ولا يبارك الله فيه جائزة لما يقول يعني جعلك ويك لازمك متعبدك ويباركوش بك ويني معنى خلانا بتشتك يعني
يبارك وجه يدي بوجه يعني يبارك يعني بلا ما يشوف كده بين نفسه ولا يبارك فيه يعني بنينا بنينا مش او ينام مش لا دقيقه ايه يا كشف منهم يا كشف يبارك كشف يعني مجبور يبارك وما أعطيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله هو يتشوى معنا كرم ألف البروية دريئة نقول معنا كده يجب يتبع فلا يربو ها أو ألف أو ألف اللي بيساندين هاي الدخواندين ده هبو سيدا نزال الدخواندين ده هبو سيدا نزال وخان ريا يعني وما أعطيتم من ربا ليربو ألف البريء فلا يربو كما ألف أو ألف جمعين هنا شكو ألف جمعي وكان معنا ناصر حسين ليربو ليربو بندناوي ليربو يا ناي ليربو يا لا تعود التدقات كل فتحة من الدندب لأو ألف تيخوة سيدة قيم بيزن ليربوا سيدة الدمر ده شعر أبوك الدمر ده بخيرها أتن سيدة فايدة ألف بيزن كلمة تمنى شعر أبوك بخيرها أتن يكيراتك وما أعطيتم من ربا ليربوية فلا يربو ويأوك يا فندني ليربوة منصوبة ب بأني مقدرية وغوجي أليجي ووانكاجي منصوبة بأني مقدرية دمي راجي بار ربا يضاي فلا يربو أو ربا عند الله زيدا ناوة إجا يكذني كاجي قراءة كذني جاي إجا كأفيا ليربونين ليربو ليربو الجمعية ليربيوية حركة يي أم ددنا بي بيحصل بحركة بي التقانا بين يي وعودات أم يي أشياء حذف ذكين تبال ليربو يربيوية أي جاوي قبل الدنيا راجي بارش بي راجي ببال أوانكو ريباي ددن يعني أوان إنسان أباي أوانكو ريباي ددن فلا يربو يربيوية وجي اونا او زیده ناکن الجام خوده او زیده ناکن مالکو اگر بشتی بکن چهات که زیده ناکن تمام از اونام تمام که وقتی جمع با او الیف علامت جمعیه لی وقتی که منفرد با او الیف چشت کلوی ایسی دا جبو که ده قیرات ده قیرات او که ده قرآن ده آوات یعنی لیسان تمام ایجا سوا سیلا ورا خوری ورا خوری حجمت الیف ظاهر بو یعنی دورا سیدا صحیفه ده صد و پینجی و یک او تدي ايات الخينه تبي من ربا ليربو ليربو في اموالهم اجا وين الشاب خينه ليزيد ويسكو في اموالهم اديجا وما اعطيتم صدق يم حق الله الربا بالصدقات ما اعطيتم اكلت الربا من الدجام سواء بسواء تمام يريد خدا وايرادك ما اعطيتم اكلت الربا من ربا ليربو جبوك أو زيدا ببا بأموالهم يعني ليزيد ويذكوا أو يا في أموالهم فلا يسكو عند الله ولا يباركوا فيه هذه القولي قراءته كواو منصوبة منصوبة بلامية القولي بمعنى كبير إذا أو يباركوا يباركونين ولا يباركوا ينظر يبارك فلا يزكو عند الله ولا فلا يزكو ولا يبارك يباركو يا من يبارك فاعل يبارك فاعل بكيه فلا يبارك فيه ديسن دا خوشت خوشتر خوشتر دمن تمام ده من رجب دوام كن كرم يعني بلا مجهول كي بخوينا ولا يبارك فيه معنى كده يبارك كده معنى خلاص تفسير ده وما اعطيتم من زكاتين
او تشتك وندكن ددن زكاه اي صدقه وتبتغون به وجهه خالصا ولله جبو خضادكن ويا لا تبتغون ددن ظلام او اعطيتم يعني معنى اعطيتما ايه اري او ازي اجي بكم سيدا ما رجب جبوك ما راخذكم خذي زاني او تشاركوا او تعبيرها تدا او من طبعيدية ان بيانية او ساجبوكم فيه من اجل القرصي وما اتيتم من زكاة تشاركوا تمعرتكي او كورمانجي تشارك كورمانجي بيجا دي قدامك شكاة وما اتيتم من زكاة تتبي يا جرد او بعضية او زكاة او او ام ام ترجمه ولا بيج او زكاه يعني في اليمن سيدي اعطيني سامع بعد تبعيدنا ما بيجي او زكاه عند بدن لا نقش بدن او زكاه عند بدن هو عند بدن يا ولد بدن عند بدن لو قشت لا يعني ما موصوله معناك عادي موصوله يجي محذوفه وما اعطيتموه او ما لي من زكاه أوي بيبي بيبي أو معناه من البيانية يعني على كل حال مالك وما أعطيتم من زكاة يعني أو زكاة كوندد صدقة كوندد وتبتغون به وجهه خالصا ولا تطلبون به مكافأة وان طلبنا كند داين أو الزكاة خذها قرش الغكي ولا رياء ون گسترشی ناکن ولی سمعتا او برای بحثن وره زانین وره بیستن وره دیتن ام بدن یعنی ریاکاری تیدتن همه افا اولائی که هم المضعفون اون ای که او اخو قط بقط کن خیر اخو یعنی زول اضعافی من الحسنات ایکو صاحب خویی قط بقط قنجیان اول و نظیر المضعفی المقوی والموسر لزی القوتی والیسار ایکو صاحب قوت و گجو قوت و مدبین مقوی ایکو خویی دستی او افرا به بلغ به فرایی دا به زنگینی دا به امبین موسر دمه ایکو خوی اضعاف حسنه بجی امبین مضعفه یعنی قد یعنی اشاره بکر سیدا دمه کش قبیل اللبن و تامره یعنی صاحب اللبن و صاحب التمر المضعفون یعنی صاحب اضعافی بله و قرئ بفتح العینی مضعفون جي قاطية خاطئة وشغي إكو جوان رتقات كرة اشترت لي خلو رتقات كرة بالي وقيل نزلت في سقيفين قيل لك قوتيا بيا حق أهل الطائفة دا قاطية بآياتها النازل بيا وكانوا چونك سقيف قبيلة سقيفة كانوا يربون وان فائزة برت كرة فائز جيبون وقيل المراد أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوضه أكثر مما وهب أو أهدى يعني أبك أمود زيدة بنتك تشتكي ددا جبوك اي قارشي تشتكي دها زيدا تربدي وي هدية كي ددا جبو او هدية كي دها ماس تربدي هنا كي قوتيا معنا فيا ببي شكل هاني معنا كرنا يعني ما اعطيتم من ريبا ليربو في اموال الناس في هواي معنا كرنا يعني وي صدقة قلت كيف فايدة كي تدا تنينها والله السيدة يعني... ما ملا عادل ما البالي دخون دغو از پرکی بدم فقیر ادم یا ربی از وی بچوک دم تا کو تو یکی مزم دیم خدا خدا تمام او یا تمام خدا چی گس کو نه و خلاص تو چی نه به یا سدا یکی بده یکی هدیه زنگین از زنگین اره دن هدیه هدیه دن هدیه چې موږ یې قرشی دا زلت بده اینو سر. آیا اینکه معنی آیت بیشکلی معنی کنم؟
هل المراد أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوده أكثر مما وهب أو أهب؟ يعني شبوع تشتاقد ها ما استربيجة بتركي دبين شد بين قازن قال دغية بدأ طوغة سكي المس تشكي يصاد بيجة فليس تلك الزيادة بحرامي. يعني قبلك ميرك دد مقصد وغاياوي إيه قارشي تشتكي ده زيادة ترب بدي لو ما دد أو داين دي سنة حرامة. هنا كنا نجي نادين أو عزعينين كسنين نادي بدي بدي زانة إيه قارشي ده تشكي مازم بدي دد جبوك يتشكي ده بزيادة تر ورد دد ولكن المعاوي ما كرنا بهب زاننا تمام لكن المعاود لا يساوى على تلك الزيادة ولكن المعودة بلن ولكن المعودة لا يساوى على تلك الزيادة يعني اوه كو قارشلغ ددا او بوه اوه بوه زيادة بوني خوي خير ناب يعني جبوك فيها الدغاية لوما اوجي ددا تشكيد غا زيادة تر ددا او خوي خير ناب. وقالوا ديسا قوتنا الربا الرباواني يعني دو شكله ويهانا دايني اصلا في داينا كو امانا بعست كده فالحرام كله سيدا شكو فايز سيدا شكو فايز الربا الرباواني تمام دو فايز يعني فايزة بدون فايزة كو امدزانن و اف فايز اجا اف شكله كو باكلنتيا قارشي لغاية تشتزي دورا او نابي جا اما باكلنتي كيو صدقا يعني هف دكت قسم هيك بهفان هردو معناك ومع أول معناك رو أبطاويش يكشف الحرام يعني كل قرد يؤخذ فيه أكثر منه كل دين كتدا زيدا تريوي ورا قرتن أو حرامة أو يجر منفعة يا يعني أو دين كو منفعة كي تذهب منفعة كي بكشينا شد به برا ببا او يا حرام تاتي حديثة في همبرة كل قرض جرى لك أنت فوربة فوربة والذي ليس بحرام جاء كنا حرام أن يستدعي بهبته أو بهديته أكثر منها إيكو أمودك يعني سبب الدائنة ويوي أمودها نوصب نادع يعني أمودك بويه باخو أمودك بويه هديا خو إيكو تشتاكي تهازي داتر ويرا لو ما أوجبه بيبي هديتك. وفي الحديث المستغزر يصاب من هبته أرحال ده حديث كي هو تكي من نادي شكي مذاكر يعني اوه كو قرشلق باكلمش دكا بهبا خو ديسا خوي سواب دبا ديا الروايات كتينا دحاك حديثي دا بلقيا وشكي كاسيا يا بيضا ما انا خالد بيشد بأخرجه ابن ابو شيبة في المصنف عبد الرزاق ومصنف لكن دبي موقوفة يعني دبي كنا مرفوع بها يعني او ما لان تشتكي وما أعطيتم وما أتيتم جي يعني يك خندق يك شبابي مفاعلية يك جي نورمال مالي يعني وما غشيتموه أو رهقتموه من إعطاء الربا يعني أو تشتكوا وانتدى النخبنا وياخد او تشتكو وانكتنا الناغ ونبولاش مشي ويتشتبونا دداينا عويدا دداينا فايز ايدا واخاكو ام بقات اتيتم معناكن يعني او تشتكو وانكتنا الناغ واند الناغ دا نوخ بونا
الرهقة نمعنى الرعب بونا من اوه مذاكر تركيه بي بولاشتغنس وما خش تبي دالدغنس بولاشتغنس اريا يعني وما وما اتيتم او معنى وما اتيتم تينا يعني وما اعطيتم وتخشتلن وما فعلتم اعطيتم اعطيتم سيدا اعطيتم فعلتم ده سيدا ها يعني اعطيتم ما اعطيتم اجاب اتيتم ما فعلتم ماني او قرئ للدربو اي لتزيدوا في امواله ليربوا او سيدا فل للدربو جدما بمخاطب كيجي اعطيا خاندن قراءتك جبوكو وين زيدا بكن دمالي واندا مال الفايز خوردا كقوله تعالى ويربي الصدقات أي يزيدها يعني إربا بمعنى زيد أبول وكقوله تعالى وقوله تعالى فأولئك هم المضعفون التفات حسن يعني أليا نقطة ودرها يا ما نرجع وقوله تعالى فأولئك هم المضعفون التقاط حسن يعني ج اوي خطاب بال غيبته ها ج خطاب بال غيبته ما ابي اجي القران اوي دا او كي خش كانه قال هروكي خدا قال لملائكته وخواص خلقه وكا خدا جوانت بي فاولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم يعني واني كو اراده دكن بصدقه اخو خاصه جبو خدا هم المضعفون او ايكو قط بقط اجا فاولئك هم المضعفون فهو امدح لهم من ان يقول فانتم المضعفون ام عباره فاولئك هم المضعفون دها دمدحدا مدحك زيديه دشوناكو ببيشا فانتم المضعفون والمعنى شما سيدا شما بير يجيش التفات خطاب بالغيبة إذا ikincisi اسم إشارات راجع بالوما كريه إيد سسيا جبنا حصل قصر هم لدري آنية والمضعفون جي بأوكي آنية بإجلام آنية بإجلام آنية يعني أمانة دلالات السر مدح زيادتك قران بياني والمعنى المضعفون به يعني ايكو قطكن به بصدق اخر من المضعفون الذين اضعفوا به ويتشكوا ضد بله قالوا ان بمجن المضعفون به وكا بجدها خشتر لانه لا بد من ضمير يرجع الى ما وما اعطيتم من زكاة بكل لازمه الضمير كي راجع ببال وين ما يفاب فان بمجن المضعفون به ابي ضمير هي راجع ببال وين ما يفاب ده خشتر يعني ارتباط الصلاة وموصول الشركة بالي ووجه آخر معنى كدني وهو أن يكون تقديره فمؤتوه أولئك هم المضعفون يعني أفك أفياد كان أفك صدقه لله جبو خضاد دين أو أن إيك قط بقط دكت يعني كرت أولا مصدر نفسا شو واتش كرت أولا هاتنا يعني
الو بكلا هلا دقاك صورك دق وش فوت اذا الله بيتش الكتاب ابن الحيوان كو كذا بيركي كذا خاري كذا فلان دو بيزان دو دو مي وان تشي لو ابن انا لبست اوي ما استري فمتو اولئك هم المضعفون والحسب لما في الكلام من الدليل عليه سيدان منواسي او مخيمك تكون تاويلا مصدري انا في كلمه درجه دبر دا وي وين يا معناه تضوع ما يقول تاخ دبك عم بفوق فيها وي معناك اما قصد دردي بيتشيا دي تاويلا مصدري اني اتناش هم قدو اسمه فاعلة تدق رواتنا هيك موتو خوان نجي مؤتوه اسمه فقول جيخ واندنا قصد اوي يعني تقديره منتدى جديد كي دردي بيتشيا من اوكي من اجل يعني شما وي تقديرت كي نابج حاشية نابج انتكاس نابج انتكاس دردي بيتشيا ملبني ميزا ناكر الو نقول تيد تاويلة مصدره نينا تبدي اما تشتيك ديها يعني حاجة دردي كبير ديها او چوا ابي چوا وصفيه فموتوه او يجو كده در خصتي استي مال سعيد او خوازي بيجي او خوازي بيجي او ديتنا ها يعني التفات ديتنا دردي اوا نزال مفهمني فموتوه ولا نزل فموتوه ولا تعبونا كو بيجي بيجي التفات در كده نا تمام أقول بلا ملا شاكل بقدر دنجي بلا خلاص كي بيجي بس الدرس خلاص أمشي لا لا كا تمام نبيه كا تمام نبيه كي آيات بقدينا آيات بقدينا إيش كنت خلاص كير أديت بيجن أديت واتش تقوله تيت خد برضه داري خش جباب جاي لا لا من قرديا ما بشتاه من نكري نكري نا ما قيدي إيش قرديا سيدا هما السلطان بيدقوا أم المدرسة ما أكو دقوا يك بقيك ما تاني حالي بيكو دقوا شاغكوا إشكير وما آتيتم من زكاة آيات دل ديامنا لا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله آتيتم يعني موتوه أواني كنت موتي ويماينا اولئك هم المتفضلون من الايمان من از 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 بيش بتشتك دي هاد بيرم سيدا در دي سر ضمير يا سيدا ديت بري قد بو المضعفون به ام ضمير تقدير كن اجد بي ام كان ضمير تقدير ما كن ام مبتدا تقدير كن ام بيش نفهموا دوه اولئك هم المضعفون نحو جي ام بيش به يا سيدا ادر دي اول تقول تاويلا سيدا وی گفه ماکر مازریک اوکر موتو نه تقدیر کرد موتا دا تقدیر کسید نه دمیر اسم فاعل من الایتای نه موتا دا تقدیر نه دیجی و الحسم یعنی و حسم المبتدعی لما بالکلام من الدلیل علیه ها هو ان يكون تقديره اشخو بس دلال موتا دا مبتدعی بس حسم مبتدعی تکاید بلی مبتدع مقدرها فموتوه مبتدا مقدره وجه احتياجي بال ضمير نامني تشوفوا ارتباط حاصل ده بتشوفوا يعني ده فاولئك هم المضعفون ده موتوش يا حسفي وكسيدا وكم مبتدا يا بلي اول حسف لما في الكلام من الدليل عليه جواب ده كلام عرب ده بتشتكي دلاله السر حسفي بك حذف خنتيت يعني ده كلام عرب ده فرع جو هذا يكون تقدير هاني اسهل ماخذ والاول جاك عم بيجن المضعفون به املوا بالفائده حاشيه طبيه ولما نجد قال صاحب التقريب والاول املوا بالفائده لدقيقه الانتباه والثاني اسهل ماخذ لان حسب المبتدا اكثر في الكلام ترساوي قوتي يا سيدا نعم اوي ترساوي قوتي ترساوي
ترسوي نقول تيلون يعني ضمير في به راجع إلى ما فلا بد من تقدير مضافين. من الأول أملو بالفائدة جدا. بلي بلي. شو مالي دقة التفاتي. أكثر في الكلام. التفاتة تبيني هي جدا مقدر بك يا ويانا كا إن جن اختت أخر مرة تبدي ناشا بريمة. وأساني كو ما تهو كنت تهو أسفا مبتدأ أكثر. شو مالي أنا حسن مبتدأ أكثر في الكلام. نمو أودي حاشا مالي. بلي أصابكم الله خير كثيرا. نفعنا الله.